سي ويسال بيريز. انا اول دور ليا كان في كلها وطريقه، كان في دور ليلى، وهذا هو الثاني دور ديالي. الاول كان مع مراد الخوضي، ودابا عاوتاني عودت التجربه مع مراد الخوضي. الدور ديالي هو دور ديال سلمى، هو مسلسل اجتماعي كيهضر على العائله، بلوزيغ فامي ان فيت، ما بغيتش نحرق الدور، مي غتشوفوا ان رول زعما ديفيرون على لو رول اللي درت افون ديال ليلى. عبد السلام بوحسيني غادي يكون هو خطيبي، مي غادي نفهموا ابخي غيطرو بزاف الاحداث. حنا دايرين احداث ان فيت كيدوروا في الباديه وفي المدينه، دونك غادي نفهموا بان كاين بزاف الاحداث اللي غادي يطراو في هذا المسلسل. ما نقدرش نحرق اكثر، حيت الا قلت اي حاجه غادي نحرق المسلسل، خصكم تشوفوه. باسي محمد اخي اول مره نخدم معاه، ممثل رائع، انا اصلا كيعجبني دوبي قبل ما نخدم معاه. صراحه جمعتني معاه سيكونس وحده، ما عنديش بزاف زعما يدي سيكونس بزاف معاه، ولكن تعلمت منه بزاف. كاع الممثلين صراحه ماشي غير خويا فاطمه خير، امين ناجي، الحاجه ملكه عماري، كلهم كتعلم منهم شي حاجه، كتشوف كيفاش كيعطوك نصائح، سورتو لي كونساي ديالهم مهمين بزاف. اي واي بنت شافت هذاك العمل كتمنى يكون سي محمد خي هو باباها. سي فري دور واعر. حتى البنات اللي داروا معاه دور زوين، كنتمنى ان شاء الله يجمعنا عمل اخر ونكون بنته. هما صراحه شخصيات كلهم لعبوهم تبارك الله عليهم، لعبوهم زوينين، ما عندي ما نقول، ولكن زعما كون كنت انا غنلعب نقدر نلعب دور ديال سلمى، فوالا اللي كانت سلمى صلاح الدين. علاش؟ فوالا حيت جديد عليا، حيت سي با ما بيرسوناليتي دو تو، دونك نقدر نلعب، وكنبغي التحدي، يعني نلعب شي حاجه بعيده عليا بزاف. انا لحد الان صراحه لعبت الدور ديال لا في جونتي اي تو، كنتمنى زعما نلعب شي حاجه بعيده على بيرسوناليتي ديالي، في ميشونط و دريك كوم سا، ما شي دور زعما يكون بعيد عليا باش نبين اكثر زعما داكشي اللي نقدر نبين في التمثيل. صراحه انا كيعجبوني الممثلين كاملين، ولكن زعما الممثله اللي تقربت منها اكثر في الطوناج هي فاطمه خير، نتمنى نكون في النهج ديالها، ممثله رائعه. حيت فاطمه خير قبل ما تكون ممثله هي انسانه، انا وياها لقيت بان كنتشابه بزاف الحوايج، دونك كنتمنى ان شاء الله كل شيء فيا، كتامن بالانسانيه بزاف، بالتعامل كتشوف بان الانسان حنا كبشر خصنا نتعاملوا يعني ما نساوش الانسانيه ديالنا. اوكي اوني بروفيسيونيل اي تو، مي نبقاو ديما ديك الانسانيه تبقى ديما طاغيه علينا، دونك هذا الشيء كنتشابه فيه شويه. صراحة انا وفاطمه خير بحال الام وبنتها، ولكن ولا الام ولا المراه واختها، اوني بحال دي كوبين او ميم طون بحال ماما، يعني لي دو، يعني كتعطيني نصائح في المجال اوسي خارج المجال، زعما كن صراحه كنعتبرها انسانه ممثله رائعه. كنتمنى زعما نكون ممثله مغربيه زعما جيده، وكنطمح ان شاء الله للعالم العربي اوسي، نوصل المسلسل المغربي زعما للعالم العربي ان شاء الله. ما كنقولش بان الجمال ماشي مهم، ولكن ماشي الجمال، كما كنقولوا القبول والموهبه، الموهبه هي اهم حاجه، يعني لما كانت عندك الموهبه راه واخا يكون عندك الجمال تقدر ديري موديل، تقدر ديري مانكا، ولكن باش ديري مجال التمثيل خصك يكون عندك الموهبه ويكون عندك الدراسه بيان سور. وي نقدر نقول بان السوشيال ميديا نفعات بزاف في هذا الشيء، يعني انا ماشي ضد ان الانسان اللي كان في السوشيال ميديا يجي الا كان عنده موهبه. وي سي جو سوي با كونط، لا بالعكس، لان الجمهور ملي كيبغي واحد الممثل كيبغي يعرف عليه بزاف الحاجات، كيبغي يعرف على حياته، وهذا الشيء زعما حنا مطلوب منا اننا اللي بغى يديروا، اللي ما بغاش يديروا. انا بالنسبه ليا وي ما جي با دو سوسي، يعني نقدر كنستعد بالسوشيال ميديا باش نتقرب اكثر من الجمهور ديالي. تابعونا ان شاء الله في مسلسل بيا ولا بيك على قناه الاولى. الدور ديالي هو دور ديال سلمى، غادي يعجبكم بزاف لانه مختلف بزاف على الدور اللي درتو قبل. تابعونا، فوالا، شكرا سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.